اهلا بحضراتكم من جديد. خليني سريعا اطمن حضراتكم بشكل اكبر على فريق النادي الاهلي وبرنامج الاعداد للفتره اللي جايه وللمباراه القادمه امام النجم الساحلي. فنشوف بعض الاخبار الهامه الخاصه بالفريق. يعني الاهلي مثلا زي ما حضراتكم عارفين راحه 48 ساعه النهارده وبكره، ويستأنف التدريبات بعد بكره ان شاء الله باذن الله تعالى بشكل طبيعي ويستعد بالشكل المطلوب والانسب لمباراه النجم الساحلي اللي مقرر ليها باذن الله تعالى يوم الاحد 26 يناير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. الجهاز الفني في المقابل ابتدى دراسة فريق النجم الساحلي بالفيديو من خلال 6 مباريات بالتحديد لهذا الفريق، سواء بعض المباريات الخاصة بهم في بطولة الدوري التونسي أو مباراته مع النادي الأهلي في الجولة الأولى، أو أيضا مبارياته الأخيرة آخر مباريتين بالتحديد ليه في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا سواء أمام الهلال أو بلاتينيوم. فكل هذه الأمور هيتم دراستها بشكل جيد من خلال هذه اللقطات الخاصة بفريق النجم الساحلي من قبل الجهاز الفني اللي بيعكف على الدراسة بداية من اليوم ومرورا طبعا على مدار الفترة الجاية حتى موعد المباراة. فيما يتعلق بالكابتن سعد عبد الحفيظ وبعض التصريحات الهامة ليه، الراجل قال لا بديل عن الفوز أمام النجم الساحلي، وده طبعا أمر مفروغ منه بإذن الله تعالى، نكون موفقين ده اهم شيء. وقال كمان ان احنا بنثق في قدرات لاعبي الاهلي، وتطرق لاهميه هذه المباراه وصعوبتها وحساسيه المواجهه، خصوصا ان النادي الاهلي ما قدموش غير الفوز و3 نقاط عشان يقرب من التاهل باذن الله تعالى لدور الثمانيه. قال ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في قدرات لاعبي الاهلي، دي التصريحات على لسان كابتن سعد عبد الحفيظ، ثقه كبيره في قدرات اللاعبين وفوزهم باذن الله في المباراه الجايه، وخصوصا في ظل تلاحم المباريات والفترات الزمنيه القصيره ما بين كل مباراه واخرى سواء في الجانب المحلي او الجانب الافريقي. كمان كابتن سعد عبد الحفيظ تطرق لاهميه ال 48 ساعه اللي هم راحه بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للاعبين، وده بسبب او يعني كمساعده لالتقاط الانفاس، خاصة أن الفريق كله كان بيعاني من خلال الفترة اللي فاتت، وعشان بإذن الله يبتدي بالتحضير بالشكل الجيد للمواجهة المقبلة. أيضا كابتن سعد عبد الحفيظ يجتمع مع الجهاز الإداري لترتيب رحلة السودان، والأهلي دايما بيشتغل زي ما حضراتكم عارفين من الجانب الإداري بشكل مبكر جدا بخصوص أي رحلة، سواء فيما يتعلق بمواعيد السفر، فيما يتعلق بملاعب التدريبات، فندق الإقامة، كل هذه الأمور. فالكابتن سعد عبد الحفيظ بيتواصل مع الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الاهلي عشان يتم التنسيق بشكل مبكر للسفر، مع ان خلاص يعني السفر هيكون اعتقد مباشره يعني بعد مباراه النجم الساحلي تلعب يوم الاحد، يعني ممكن تسافر يوم الثلاث، لان المفروض ان مباراه الهلال هتكون اول الشهر يعني يوم 1 في شهر فبراير يعني. فنتمنى لهم كل التوفيق في مجموع المباراتين باذن الله تعالى. فيما يتعلق بحاله رمضان صبحي، وده امر مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، رمضان ماشي بخطوات جيده جدا في برنامجه العلاجي والتاهيلي، وهيخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع الفريق. موضوع انه يلحق مباراه النجم ولا لا، الفرص صعبه شويه، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه على حسب تطور حاله اللاعب رمضان صبحي. طبعا هو قيمه كبيره واضافه فنيه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي في حاله عودته لمباراه النجم. حتى لو ما رجعش ان شاء الله عندنا طبعا لاعبين ممتازين يقدروا ان هم يحققوا اهداف جمهور النادي الاهلي في كل